ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيوفنا في عيش سعيد. واول ضيفه معايا النهارده مختلفه لان هي بلوجر من نوع مختلف. هي مش بس بتورينا الاماكن السياحيه ولا بتورينا نسافر فين ونروح فين، لا دي بتحكي لنا اصل كل مكان والحكايه بتاعته بدات من امتى والاصل التاريخي بتاعه، وكمان بتعرفنا قصص محدش يعرف عنها حاجه خالص. معانا النهارده منورانا البلوجر الجميله المختلفه نورهان نبيل. ازيك يا نورهان؟ هاي، عامله ايه؟ الحمد لله. تور وذ نور. تور وذ نور، حيرتيني. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. لما كنت بتفرج على المحتوى بتاعك عجبني قوي القصص اللي انت بتحكيها. انت مش بس بتعرفي الناس المكان اللي هم مفروض يروحوه او يزوروه، لا انت بتجيبي تاريخ القصه بدا ازاي. عايزه اعرف في البدايه انت من امتى بتعملي الفيديوهات دي؟ اوكي، بقالي تقريبا سنتين. سنتين؟ بدات الموضوع من سنتين كده. وبس بدات اصلا على بلاتفورم واحده بس، على تيك توك، وبعدين بقى رحت انستجرام. يعني ده لسه قريب قوي. جمهور التيك توك اكبر طبعا، صح؟ اكبر بكتير. طيب انت ايه اللي خلاكي مش بس تروحي توري الناس؟ بنشوف بلوجرز سفر كتير قوي، بنشوف يقول لك المكان ده والمكان ده. ايه اللي خلاكي تحكيها از ستوري؟ انت بتعملي ستوري تيلينج بشكل حلو قوي، وبتحكيها حدوته حلوه، واحد بيسرح معاكي، صوتك كمان ما شاء الله حلو، فانت بتحكيها بشكل لطيف قوي. بتقعدي تذاكري الكلام ده ولا بتعمليها ازاي؟ انا بحب الحواديت قوي، يعني بجد بتاثر قوي لو حد قعد معايا حكى لي حدوته وحكى لي قصه المكان وكده، بتاثر بالموضوع ده قوي. انا حاجه اصلا بحبها، فلما قررت اعمل الفيديوز دي حسيت ان فعلا في ناس كتيره بتعمل ريكومنديشنز الاماكن، نسافر فين، نروح فين، او كل الحاجات دي. ودي حاجات انا بتفرج عليها لما ببقى مسافره مكان، بقعد اتفرج على الفيديوز دي وبذاكرها كويس قوي عشان تفيدني انا اصلا في السفريه. بس حسيت ان فعلا ان انا اقعد مع حد واحكي له بقى حدوته المكان ده وايه اللي حصل هنا، طب انت عارف ان المكان ده من كذا سنه حصل فيه حادثه، طب انت عارف ان المكان ده اصلا ليه قصه تاريخيه. فدي حاجه انا اصلا كنور بحبها قوي، حسيت ان انا لو حكيتها هتبقى لذيذه. فبدأتها بس كنت متأكدة، يعني كنتش واثقة خالص ان الموضوع هيبقى لذيذ او هيطلع حلو معايا، وجربته وقلت هتست كده، طلع وحش همسح الفيديو وكأني ما عملتش حاجة خالص، ما حصلش حاجة ولا كأني جيت. بس جربت الموضوع ولقيته عمل ريتش وعمل بومينج في وقت قصير قوي، ولقيت الناس مبسوطه بيه. طب بمناسبه الريتش والبومينج ده، كان اول فيديو معاكي هو اللي ضرب كده ولا لا؟ اول فيديو كان، اول فيديو كان عن سجن القلعه، سجن في القلعه، وده عمل بالنسبه لي وقتها كان رقم كبير، ان انا اصحى الصبح الاقي رقم 6000 فيو على الفيديو ده. طبعا حاجات كانت تخدني قوي. بس جربتها بقى بعد كده على طول، كان في تاني فيديو، كان فيديو لمدينه السويس. حكيت يعني اماكن الناس تروحها في السويس، ده اللي عمل مليون فيو في كذا ساعه. فده بقى اللي يعني هو ده اللايت اللي قالك كملي. بالظبط، انت ماشيه صح. صح. طيب انا ما تعرفتش انت دارسه ايه، هل حاجه ليها علاقه بالسياحه ولا انت؟ لا خالص، دي قصه تانية. انا دارسه اعلام، خريجه اعلام القاهره، بس كان نفسي ادخل اثار اصلا في الاول، يعني قبل الاعلام كان نفسي ادخل اثار، وبعدين لا كان اعلام اكتر، كنت حاسه ان انا نفسي في اعلام اكتر، فحسيت ان انا ادخل اعلام واقدر اعمل فيها او اروح منها لاي حته تانية. يعني اعلام لذيذه ان انت تقدري تروحي منها لمجالات تانية او لاماكن تانية. بس فادتني بقى، فادتني فكره المونتاج، الكتابه والمونتاج وغيره. بالظبط. طب ليه اخترتي محتوى تاريخي؟ علشان انا فعلا بحب القصص التاريخيه جدا، يعني بحب الحاجات القديمه، بحب الاماكن اللي فيها نوستالجيا كده، يعني بحب الحته دي قوي، وبحب الاثار قوي، وده كان الحاجه اللي نفسي اعملها يعني، فحسيت انها تطلع حلوه يعني. بتقري مثلا كتب تاريخ فبعد كده تحبي تروحي المكان؟ بالزبط. ولا بتروحي المكان فتقعدي تعملي سيرتش عنه عشان تعرفي تاريخه ايه؟ لا خالص، بقعد اتفرج على دوكيومنتريز، بقعد اتفرج على اي حاجه ليها علاقه بالتاريخ، الكتب القديمه. بس الفكره بقى ان انت مثلا عشان تعرفي قصه صغيره انا بحكيها في دقيقه ونص، انا بجد بقعد اتفرج على حاجات كتيره قوي عليها. فدي حاجه اصلا الناس مش هتعملها. يعني زي مثلا عندي الفولورز او الجمهور عندي هم كلهم تين ايجرز ومراهقين، هما عمرهم ما هيقعدوا يتفرجوا على افلام وثائقيه ولا يقعدوا يقروا كتب. اكيد. بالظبط. فانا بقى حاولت ان انا الحاجات اللي بتاخد مني وقت طويل قوي انا الخصها لهم في دقيقه ونص وبكل التفاصيل. بالظبط كده. طيب عايزه اعرف بقى كمان، انت عملتي حاجات جوه مصر وعملتي حاجات بره مصر. بالظبط. وانت مسافره بقى بره مصر، انت بتبقي مسافره على القصه ولا مسافره هي دي البلد اللي احنا هنعرف نسافرها فذاكر عنها دلوقتي؟ لا يعني انا ببقى دايما عامله كده لست بالحاجات بالفيديوز اللي نفسي اعملها، يعني نفسي في البلد الفلانيه هعمل فيديو عنه وعنه وعنه. بتشوفي فيديو فتعملي له سيف مثلا؟ بالزبط. زي ما كلنا السيف عندنا رهيب.
هنعمل امتى بقى الحاجات اللي احنا عاملين لها سيف؟ عندي نوت بوك كمان بقعد اكتب فيها بقى الحاجات الافكار دي كده. وبس بحاول بقى دايما ان انا احقق الاثنين، ان انا لما اسافر سفريه اقدر اعمل فيها الفيديوز او يبقى فيها الاماكن اللي انا نفسي اروحها دي. حلو قوي. طيب خليني بقى اعرف، انت بما انك خريجه اعلام فقلتي ان القصه ساعدتك ان انت تعرفي تعملي مونتاج وتكتبي، صح؟ القصة دي بتمشي معاكي في كل فيديو فقد ايه؟ يعني قد ايه بنكتب سكريبت؟ قد ايه بنقعد نسيرش على الحقيقة او قصة المكان ده؟ فقد ايه وقت بنصور؟ فقد ايه وقت بنمنتج عشان يطلع معايا فيديو لذيذ من الحاجات اللي عندك على السوشيال ميديا؟ اصعب حاجة او اكتر حاجة بتاخد وقت معانا في البروسيس هي الريسيرش، ان انا اقعد ادور وان انا اقعد اسيرش كويس، اشوف بقى مثلا افلام، اشوف حاجات اخبار فيسبوك كاتبين ايه، اشوف اصلا في بلوجرز قبل كده عملوا عن المكان ده ولا لا. فدي اكتر حاجه بتاخد وقت. تنفيذها بقى، تنفيذها بيبقى اللي هو ريسكي، هيتحقق اصلا ولا لا؟ المكان ده هعرف اروح اصور فيه؟ هلاقي حاجه اصورها ولا لا؟ ولا هي مجرد حاجات على الانترنت؟ هيحصل لي حاجه هناك فحد هيضايقنا فمش هعرف اصور؟ تبقى دي الريسك شويه او الخطر شويه في تنفيذه. وانس ان انا نفذت وصورت، انا بعد كده بيبقى الدنيا بالنسبه لي وحسها سهله. في حد بيساعدك؟ لا خالص، ممكن يبقى معايا ناس تساعدني مثلا في التصوير او يبقوا معايا از بارتنر في الموضوع، في السفرية يعني بالظبط كده او في اي مكان رحتي في التصوير، لكن لا ما حدش بيساعدني. يعني انا اللي بعمل ريسيرش، انا اللي بصور، انا اللي بأدت، بعمل فويس اوفر، بكتب سكريبت، فانا اللي بعمله كله لوحدي. بما انك خريجه اعلام فعارفه اهميه المصادر، انت منين بتتاكدي من معلوماتك؟ انت بتحكي احيانا قصص كبيره قوي ويمكن ما تكونش موثقه في كتب، ممكن تبقى بالزبط. حاجات بس كده قريتيها. طب بس المصدر يبقى مهم، مصادرك ايه تتأكدي من المعلومات اللي بتقوليها دي صح ولا لا ازاي؟ انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ريسيرش جامد قوي، ان انا تطلع الحاجه تطلع ما فيهاش حاجه مشكله او ما يطلعش فيها مثلا يعني المكتوب عنها مثلا. حتى لما في الاخر الفيديو بيبقى او المكان او القصه اللي انا رايحه لها انا مش متاكده منها 100% او المصادر بتاعتها مش موثوقه، فانا بمنشن ده في الفيديو، بقول بيقولوا او بيقال او بيتحكي عن المكان ده، علشان هي حاجه برضو انا مش متاكده منها، ما حدش اصلا متاكد منها، فبمنشن ده علشان انا مش متاكده بقى يعني 100%. ايه اكتر الحاجات اللي بتحبي تقري عنها وتروحي تسيرش عنها اكتر؟ ايه حاجات فرعونيه، حاجات رومانيه، حاجات قديمه، حاجات حوادث، ايه الحاجات اللي بتحبي؟ بس انا بحب الاساطير عامه، يعني بحب فكره ان في اهل مكان او ناس ساكنه في مكان او ناس عايشه في يعني كوميونتي معين هو مصدق في اسطوره معينه وبينفذ بقى حاجات علشان يعني يتفادى خطر الاسطوره دي، علشان يكملوا مثلا لو زي حكايه اخ تمار بالظبط كده. دي بالنسبه لي حلوه قوي، فانا بحب عامه اهل البلد هم مصدقين فيها، كتبت بقى في كتب تاريخ ما اتكتبتش في كتب تاريخ، هم اهل البلد مقتنعين بيها جدا وعاملين تمثال عشان يحميهم من شر الجن اللي بيطلع من البحر كل يوم. احكي لنا بقى الحكايه، انا عشان شفت الفيديو بتابعك وبشوف الفيديو، فاحكي بقى للناس اللي بتشوفنا الحكايه دي عشان لو ما كانوش شافوا الفيديو. هي في جزيره في ارمينيا اسمها جزيره سيفان، دي بيقولوا ان فيها قصه كده اسطوره قديمه اسمها اخ تمار. لما حد فينا بيحصل له حاجه وحشه بيقول اخ. فهي بقى طالعه من المكان ده، ان كان في بنت عايشه في المكان ده بس باباها كان مانعها انها تتجوز حد بتحبه، فهو الولد ده بدا يجي لها كل يوم من البحر من الناحيه الثانيه لحد القلعه اللي هي ساكنه فيها. ففي في يوم حصل عاصفه كبيره قوي فغرق في الميه، وهي كانت بتقف تنور له كل يوم زي مصباح كده، فلما هو غرق في الميه هي انتحرت وراه بس بعد فتره يعني. وهو بيغرق قال لها اخ تمار، اخ باللغه الارمينيه معناها يا تمار، يعني بينادي عليها. هما من هنا احنا بقى خدنا كلمه اخ اللي اخ اللي بنقول لما بتحصل حاجه وحشه. واهل البلد بقى مقتنعين ان الولد ده كل يوم بالليل بينادي على تمار من البحر، فعشان يتفادوه يعني عملوه زي تمثال كده لتمار دي شايله المصباح قدام الجزيره. طب القصه دي موثقه ولا الناس حكت لك القصه دي؟ لا دي موجوده، يعني موجوده في الاساطير الارمينيه يعني موجوده في الهيستوري الارميني، والناس هناك كلهم عارفينها. وانت مصوره التمثال كده كده واهل البلد؟ لا ما سالتيش اهل البلد هل بيسمعوا فعلا صوت النداهة او الشخص اللي غرق ده وهو بينادي بالليل ولا لا؟ بصي هو اللي انا كان معانا وقتها تور جايد يعني بالظبط هناك الدنيا اللغه مش اسهل حاجه، فانا مش هعرفي نرغي مع الناس هناك قوي. فالتور جايد اللي كان معانا هو اللي اكد لنا القصه دي، يعني انا سالته انا عايزه اروح عند بحيره سيفان عشان عايزه اصور حاجه معينه، فقال لي وقال لي ان الناس اصحاب المراكب اللي في المكان كله في ايام معينه اصلا في السنه مش بيجوا ناحيه البحيره دي عشان متاكدين ان هيحصل لهم حاجه وحشه بسبب ان في جنيه او حاجه في المكان.
نفس الحكايه برضو كمان اللي حكيتيها، ودي انا شفتها صراحه في اكتر من مكان، بس انت كمان حكيتيها بشكل حلو لان انت رحتي عند البيت الاصلي. بيت شوكورال طبعا، صاحب محلات شوكورال المشهوره زمان للازياء، كانت من اكبر المحلات للازياء، وطبعا لان سكن البيت ده احد المشاهير عائله عزة ابو عوف، فالقصه دي كمان اخذت ضجه كبيره. المختلف ان انت رحتي فعلا البيت نفسه، يعني كل اللي اتكلم عنه او كل اللي طلع وحكى الحكايه بتاعت عفريت شيكورال حكاها من بعيد. انت رحتي او خفتيش؟ انت عارفه ان ده كان اول فيديو كونتنت رعب اعمله، يعني انا كنت دايما بعمل حاجات اثريه، يعني حدوته اثريه، قصه تاريخيه بتاع، ده كان اول بقى فيديو كونتنت رعب اعمله على الاكونت عندي. هو تقريبا مثلا انا عملت بسببه اكونت انستغرام، لاني نزلته على انستغرام، كان اول فيديو نزله على انستغرام، و لا يعني كان عامل 3 مليون في يوم، كان ده فايرال، كان جو فايرال رهيب. فده كان اول بقى كونتنت رعب اعمله، وبدات الناس تبقى عايزه اماكن تانية، يعني بداوا هم تحت في الكومنتس بيطلبوا اماكن جديده نروحها، بيقترح عليكي مكان رعب تاني. بالظبط كده. لا دي تمام، عايزه عارفه تروح مكان مرعب، ودوها هي، هي عايزه تروح، بعتوها وعملتي سيرش كتير عن الموضوع، سالتي اهل المنطقه عن ظهور شيكورال بجد، وطلع القصه دي حقيقه، لان طبعا عزة ابو عوف واخواته كمان قصص. طلعوا وحكوا قصص كتير قوي في برامج كتير عن شبح شيكورال اللي بيظهر لهم، فسالتي بقى اهل المنطقه، سالت البواب نفسه بتاع المكان اللي هو لما سالناه قال لي لا 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 ما فيش حاجه، هو قلقان يعني مش عارف انتوا تبع ايه بالظبط كده، فهو مين وبتصوروا ليه. اول ما بدا يقلق انا عرفت ان القصه لو تعالى هصورك بقى. اوكي طيب، واتكلمتي بقى معاه وعرفتي ان هي فعلا القصه حقيقيه. رحتي اماكن رعب ايه تاني؟ رحت عماره الايموبيليا اللي في وسط البلد. ورحت كانت ايه قصتها؟ عماره الايموبيليا دي عماره فنانين، بيقولوا هي مقسومه نصين كده، ففي نص في عماره في الدور ال 12 هي ملهاش يعني مش حدش عارف القصه بتاعتها ايه بالظبط، بس بيقولوا ان دايما العماره دي بيظهر فيها حد وبيظهر فيها شبح، وقافلين اصلا الدور خالص، يعني عازلينها في كورنر لوحدها كده، محدش بيجي ناحيه الشقه دي خالص. اوكي. الناحيه الثانيه كانت شقه ليلى مراد، قالوا ان كان في مخرج اسمه خالد حجر اشترى الشقه دي، وبعد ما اشتراها بدات تظهر له ليلى مراد في الشقه، وهو طلع اصلا في انترفيوز وحكى القصه دي. اوكي. وانت رحتي وصورتي؟ رحت بقى. بتشوفي الناس بتنجذب اكتر او بتروح اكتر للقصص اللي فيها رعب، ولا القصص اللي ليها اسطوره تاريخيه زي اخ تمار؟ بصي هقول لك حاجه، بحس دي ليها الاودينس بتاعتها ودي ليها الاودينس بتاعتها، بس عامه يعني كده كده احنا بنحب دايما الكونتنت اللي فيه رعب بقى، فيه حاجه من العالم التاني ده احنا بنحبها قوي. ممكن تروحي مكان عادي تعملي فيديوز عاديه، اللي هو انا رحت اكلت في المكان الفلاني وكان طعمه لذيذ وكده، ولا دي مش بتروحي لها قوي؟ لا مش بتميلي للحته دي، بس بحس دايما انها بتبند على الطريقه اللي هتحكي بيها المكان. يعني احنا ممكن احنا الاثنين نروح نفس المكان، يعني شخصين يروحوا نفس المكان، بس كل واحد فيهم هيحكيها بطريقه. فانا بقى بحط فيها الحته اللي الناس اصلا بتحبها، يعني ده اللي حصل معاكي في المعبد اللي كان برضو في ارمينيا تقريبا، ان انت رحتي ريستورنت او مطعم يخص المطعم ليه حدوته. فهو كان هنا ريفيو عن المطعم، يعني كان بعمل زي كامبين للمطعم اصلا، بس انا دورت ان انا اطلع من المطعم ده حاجه اقدر احكيها، قصه تاريخيه بالظبط كده، الحاجه اللي الناس بتحبها. لكن انا لو رحت لوحدي كده بعمل عن عارف، احس في حاجات اللي هو هي اصلا ده مش الكونتنت بتاعها، بتعمل ايه؟ شفتي حاجه في مصر هنا شبه نفس القصه اللي احنا بنحكي عليها، المطعم ده اللي انت رايحه تعملي ريفيو ليه قصه قبل كده، فانت حبيتي تربطي القصه بالمطعم؟ لا ما قابلتش حاجه كده، وانا ما عملتش حاجه يعني ريستورنت او مطعم هنا في مصر دي وراه حدوته او وراه قصه تاريخيه. بس ميزه الاماكن يعني مش عارفه، احنا تقريبا ما عندناش حاجه شبه كده، بس هي ميزه ارمينيا والدول دي كلها ان هم الموضوع عندهم مربوط شويه بده، يعني قادرين يعملوا ده، يعني قدروا يعملوها ده في كنيسه مثلا، كنيسه قديمه فعملوا عليها مطعم. ف هي مش كنيسه، ده كان دير صغير او معبد صغير، كان كنيسه صغيره حاجة جدا، حاجه صغيره جدا، اصغر من الكنيسه الكبيره بمفهومها. ما هم مسمينها طيب معبد. عايز اسالك، هل انت ممكن تبقي بالفيديوز بتاعتك كده تطوريها ان انت تبقي تور جايد، او تاخدي الناس ان انت تسفريهم اماكن وتحكي لهم الحكايات دي، ولا ده بعيد عن الاحلام اللي انت بتحلميها؟ هو انا اوريدي بشتغل تور جايد، عملت بجد حلو قوي، عملت زي دبلومه في الارشاد، وبقيت بنزل مع جروبس اجانب، يعني بنزل معاهم الاماكن هنا في مصر.
حلو قوي. طب ايه الاماكن اللي انت حطاها بقى في الليست بتاعتك وفي السيفد كده وتغششينا كده الاماكن جوه مصر اللي لسه هتروحيها وتحكي لنا عنها، والاماكن اللي بره مصر عايز تروحيها وتحكي لنا عنها؟ اوكي، هنا في مصر نفسي اروح الناحيه بتاعت الصعيد قوي، هي حاجات اماكن كتيره جدا في الصعيد نفسي ازورها، وعادات كتيره بتتعمل هناك، يعني عايزه اروح للجزء ده شويه. بس بحاول ابلان ده علشان اوريدي عندي شغل، فبيبقى الموضوع مش ظابط قوي في المواعيد. بره مصر اسيا، دول اسيا عامه لسه فيها برضو اماكن كتيره، نفسي اروح باكستان قوي، نفسي اروح الهند، يعني نفسي اعمل فيديوز او كونتنت. تطلعي بقصص من الهند انت مش تطلعي بكونتنت كتير قوي. عندك اماكن معينه بقى في الهند فكرتي فيها وعايزه تروحيها؟ في معابد معينه بيحصل فيها حاجات عايزه اروح اصورها، عايزه اروح نيبال، عايزه اصور زي البحيره اللي بيحرقوا فيها الجثث. انت عرفتي منين الحاجات دي؟ يعني انت بتقولي في اماكن هناك كذا وفي اماكن هناك، انت عرفتيها منين؟ بقعد سيرش بقى، بقعد اتفرج، بقول لك انا بحب الافلام الدوكيومنتريز جدا، يعني بطلع منها حاجات كثيره، فهي عامه الدوكيومنتريز دي سورس خطير، تطلعي منه ماتيريال، تطلعي منه افكار، تطلعي منه كونتنت عامه، طريقه الناس، شكل الفيديوز عايزه اطلعها في الاخر عامله ازاي. طب انت دلوقتي بتقولي الهند والصعيد وكده، انت بتقرري الاماكن اللي انت عايزه تروحيها ازاي؟ يعني في معايير معينه تقولي لا المكان ده هيطلع منه تصوير حلو، المكان ده هيطلع منه قصه حلوه؟ بدورها في الاول على اساس انا هقدر اروح ولا لا، يعني هو افوردبل بالنسبه لي من ناحيه الفلوس ولا لا، كمان دي اكيد مهمه جدا. طبعا. مناسب بالنسبه لي ان انا هعرف اصور في الاماكن دي ولا لا؟ في اماكن كتير نفسي اروحها بس هي مش هعرف اصور فيها، ممنوع التصوير، ممنوع التصوير فيها مثلا، اماكن اثريه بشكل معين بالزبط. ممنوع التصوير، فانا هروح وهوصل لحد هناك ومش هعرف اصور حاجه. فانا بشوف هعرف اصور اصلا في المكان ده ولا لا، يعني سهل التصوير عامه ولا لا. قصه ان انا دايما مش بسافر لوحدي، يبقى معايا ناس، معايا صحابي، معايا اهلي، فاشوف يقدروا يجوا معايا المكان ده برضو ولا لا. طب الموضوع ده اكيد مكلف ماديا صح؟ انت بتقعدي تحسبيها المكان قبل ما تروحي، ان انت تكلفته الماديه هتبقى كذا، والسفريه دي هتكلفني كذا، والفيديوهات اللي عاملها كذا وكذا وكذا، بتظبطيها؟ بظبط البادجت جدا، وخصوصا زي ما بقول لك ان انا مش بكون لوحدي، بيكون معايا ناس، بيكون معايا مثلا اهلي او صحابي، فهم كمان يعني بشوف الموضوع مناسب لينا كلنا اصلا ولا لا. ايه اكتر سفريه كلفتك من اول ما بداتي تعملي فيديوهات؟ كلفتني هقول ده، هي اخر سفريه لانها كانت دولتين، كانت ارمينيا ومعها جورجيا. اوكي. فطلعنا من ارمينيا على جورجيا. صورتي حاجات في جورجيا؟ صورت بس لسه ما نزلتش كونتنت جورجيا. بس صورنا هناك حاجات كتيره قوي، والطياره فاتتنا في الاخر فدفعنا فرق فلوس. هي كانت مكلفه جدا. نور او نورهان نورتينا وانبسطنا جدا، وكملي في الكونتنت بتاعك لانه لطيف جدا وانت مميزه وبتحكي القصص بطريقه مميزه. شكرا ليكي، نورتينا النهارده في عيش سعيد. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.